بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بكم في حلقه جديده من اختراق. الحلقه السابقه تحدثت مع ضيفي الشخصيه العظيمه المصريه البطل نبيل عبد الوهاب. نبيل عبد الوهاب بطل معركه ايلات اللي قدر ان هو يدمر سفينتين في عام 69، وفي الحلقه دي هنسمع منه كمان ازاي في عام 70 كان ليه دور كبير في تدمير المدمرات بيت شافع وباتيان. نبيل عبد الوهاب الحقيقه لما اتكلم في الحلقه اللي فاتت انا حسيت قد ايه ان انا قاعد قدام نموذج رائع، خاصه لما حكى واتكلم على ان كان معاه بطل مصري الرقيب فوزي البرقوقي، كان معاه عشان خاطر بيقوموا بعمليه مهمه في تدمير سفينتين اسرائيليتين، واستشهد فوزي البرقوقي. واصر نبيل عبد الوهاب انه يستكمل العمليه ومعاه فوزي البرقوقي وعام 14 كيلو متر وهو حامل جثمان الشهيد البطل، رغم ان التعليمات بتقول لهم لما حد يتوفى او يستشهد سيبوه، لكنه حس ان ده التزام وامانه، وشعر بهذه الامانه نبيل عبد الوهاب وخده ورجع بيه لغايه مصر، لغايه ما دفنه في داخل مقابر مصر في بلده. اليوم استكمل حواري مع البطل نبيل عبد الوهاب عشان نشوف عمل ايه في ايلات في عام 70 وعمل ايه في حرب اكتوبر 73. عدنا من جديد وبيشرفني ان انا ارحب مره ثانيه بضيفي. احنا يمكن استمتعنا بالجزء اللي فات في البرنامج الوزيع الاسبوع الماضي، النهارده عايزين نتواصل مع البطولات العظيمه اللي انت عملتها انت وزملائك في القوات البحريه، اللي احنا بنفخر ان عندنا قوات بحريه عظيمه فعلا كان لها دور رائع جدا في حرب اكتوبر 73 وفي حرب الاستنزاف. قدام اللي تحب النهارده. احنا وصلنا الاسبوع اللي فات واتكلمنا لغايه رجوعك بالسلامه بعد ما عملت العمليه الرائعه اللي عملتها في الاردن، وقمت بالمساهمه انت وزملائك في تدمير سفينتين تجاريتين اسرائيليتين. ايه اللي حصل بعد كده النهارده؟ مساء الخير. مساء الخير. لو هنستكمل النهارده اقول ما تم عقب العمليه الاولى في ايلات، فهو كان زي ما بقول دايما احنا عندنا الطار في مصر، كان في ناقله دبابات بيت شافع عملت عمليه على سواحل البحر الاحمر في الزعفرانه بالتحديد، عملية ما هيش عملية قذرة، ما هيش عملية حربية. الحرب دايما زي ما تعلمنا انه بيبقى ما بين اتنين جنود، الفرسان هم كده، لكن هم عملوا عملية ضد مدنيين. نزلت الدبابات دي ضربت اتوبيس، في ناس مدنيين ماتوا. فين في الزعفران؟ في الزعفران طبعا. موتوا محافظ البحر الاحمر، داسوا على عربيته بالدبابة. ماتوا السواق. عملية كانت قذرة، فالقيادة اتخذت قرار بإغراق ناقلة الدبابات بيت شافع. وفعلا في فبراير سنة 70 راحوا مجموعتين من الضفادع البشرية بقيادة قبطان عمرو البتانوني والقبطان رامي عبد العزيز، و غرقوا. ما احنا عرفنا السكه بقى خلاص، يعني بقت خدت على السكه، خدت على السكه
المستشفى وكان في نقيب جنود اسمها باتيان. الهدف من هذا القرار هو الانتقام لما حدث في الزعفرانة. ما حدث في الزعفرانة، وايضا كانت رؤية لمحمود ثاني الله يرحمه حاجة، ان احنا نفسنا نحارب اسرائيل في العمق. هما كانوا بيضربوا في العمق. اسرائيل لو حضرتك تاخد بالك هتلاقيها بتحارب دايما خارج اسرائيل 48، يعني تحارب مصر في سيناء، بتحارب سوريا في الجولان، تحارب الاردن في الضفه الغربيه، لبنان في جنوب لبنان، ما حاربتش على ارض اسرائيل باستثناء عمليات ايلات دي اللي كانت هناك. وهذا ما ازعج الاسرائيليين بشكل شديد، بحيث عملوا استجواب لموشي ديان في الكنيست. معناه ان المصريين دول خلاص داخلين طالعين في الايلات، مش قادرين عليهم ولا ايه. وتعهد الرجل بانه هيبذل قصارى جهده، بانه مفيش مصري هيخش ميناء ايلات مرة اخرى. وبالتحديد زي ما قال الترجمة، مفيش صرصار مصري هيخش ايلات مرة تانية. لكن دخلنا، ودخلنا للمرة الثالثة. المرة الثانية تم تدمير بيت شافع وباتيان. وبعدين تصلحوا تاني. لا، باتيان غرق تماما. غرق تماما. بس هو اللغم انفجر في باتيان قبل بيت شافع. فباتيان غرقت، بيت شافع اخذت الفرصة لما لقت كده، فعرفت ايه اللي هيحصل. فدورت المكن وجريت بسرعة على منطقة شالو، منطقة ضحلة. بحيث ما تغرقش تسحب بس. وانفجر فيها اللغم فاصيبت باضرار، يعني تنزل في البحر. لا يعني تبقى على القاع بس باينه، بس منطقه ضحله مش غرقانه يعني. مش غرقانه. انما باتيان غرقت تماما. حتى فيدي برضو يعني عايز المح الى جرأة وشجاعة الجندي المصري. اللي غرق باتيان واحد زميلي دفعتي اسمه الأبطال رامي عبد العزيز. كانوا رايحين اتنين كما هو العادة. وبعدين واحد. ما هو دايما بيروحوا اتنين. بادي. بادي زي ما حضرتك كنت انت وفوزي البرقوقي. بادي. بادي واحد. ايوه بالظبط. وفي الطريق البادي بتاعه تعب او حس بحاجة مش هيقدر يكمل. فراح رامي عبد العزيز منفردا باللغمين وحطهم في المركب وغرقت. انا حاجه جرأه شديده من المقاتل المصري. يعني هو طول عمره متدرب اتنين مع بعض، هو كان واحد. انما وماله؟ هروح برضه، لازم تتم العمليه. وفعلا راح وغرق المركب، ركب اللغمين وغرق المركب تماما. بطوله في كل حاجة موجود. ايوه. طب احنا نحييه من هنا ونقول له متشكرين، وبطولة رائعة جدا من سيادته. يعني فعلا احنا بنسعد بكل ابطالنا، ابطال مصر اللي فعلا ساهموا بشكل كبير في تحرير ارضها العزيزة في اكتوبر 73. شفع ما غرقتش، بس هنروح نغرقها تاني. عمل ايه موشي ديان؟ عمل شويه حاجات عشان ما حدش يخش. عمل شباك على مدخل مينا، بس يعني ما قصرش معاها، دخلنا برضه. عمل شباك ايه بقى؟ فيها ديناميت مثلا؟ لا، شباك بتقفل مدخل مينا بحيث ما حدش ما يقدرش نعدي منها. بيقفلها بالليل، احنا ما بنشتغلش غير بالليل. تقفلها بالليل، يفتحها بالنهار، سفن تخش تعمل تفريغ وتحميل وتعمل المهام بتاعتها، لكن بالليل تتقفل فمفيش ضفادع يقدروا يخشوا. لكن الحركه في ميناء ايلات شغاله الصبح. بالنهار يفتحوا الشباك دي عادي خالص. ايوه. كثف العبوات اللي بتترمي ضد الضفادع، هو ده اجراء روتيني بيتعمل في كل المواني. بيرمي عبوات تنفجر تحت المياه، لو في ضفادع تموت. بشكل مستمر.
ولا مرتبط مثلا بالهجوم معين؟ يعني اجراء احترازي. هو بقى زود بشكل شديد العبوات دي، بحيث ان انا يعني في العمليه الاولى انا يمكن سمعت عبوتين مثلا اللي اتعمل طوال فتره العمليه وعلى مسافات بعيده مننا. في العمليه الاخيره المعدل كل دقيقتين عبوه. قلبها جحيم. اظن اصل الالم اللي خدوه في الاول كان موجع ولا كان ايه؟ كان موجع مضايقهم جدا. بيقول لحضرتك هم مش متعودين ان يحصل حرب عندهم، لا احنا وصلنا للمجات عندهم بنحارب في بلدهم. يعني بحس ان انا بقيت كل شويه بسمع العبوات دي، وفي عبوه كانت قريبه مننا بشده، يعني لقينا الالغام والاجهزه تطلع على وشنا واحنا كمان طلعنا على وش المايه من تاثير العبوه. احكي لي الاول الموضوع تم تكليفك بيه ازاي للمره الثالثه بقى؟ المره الثالثه لما هم الاجراء الاخير اللي عملوا انه ما خلاش المراكب تبات بالليل في المينا. المراكب طول النهار بتخص وبالليل تطلع بره، فروح ما نلاقيش. القياده عندنا بتفكر برضو احنا بنلعب لعبه القط والفار، ما هم بيعملوا كده نعمل حاجه ثانيه. ففكروا في فكره جميله جدا ان ادونا الغام اكبر من المعتاد. الالغام العاديه كانت الغام 50 كيلو وفيها تي ام تي. ادونا الغام 125 كيلو وجواها ماده ثانيه اسمها هيكسجين. الهكسجين دي القوه التدميريه بتاعتها قد تي ام تي مره ونص. والخطه كانت ان احنا بنروح بالليل مش هنلاقي مراكب، هنحط الالغام دي على القاع جنب الرصيف الحربي وبنظبط التايمر على 12 ساعه بحيث نشد التيرة 12 بالليل. تنفجر تاني يوم الساعه 12 الظهر لما تكون المراكب دخلت وهي اللي وقفت فوق الالغام، مش حطينا الالغام فيها. القوة التدميرية الكبيرة اللي هتنتج من اللغمين اللي هم 125 كيلو فيهم اكسجين هتعمل حاجة من اتنين، اما انها تغرق المراكب وده اللي احنا عايزينه كويس، او تعطبها يعني تخسرها فما تنفعش تطلع بالليل فنهاجمها بالليل تاني ونغرقها. خطة طموحة جدا وجميلة جدا كانت اتعملت. القياده عملوها عشان هو ما بقاش يبيت المراكب في ايلات. وفعلا التكليف جالك امتى؟ احنا كنا يوم 9 مايو سنه 70 رحنا الاردن وطبعا خلاص عرفنا برضه طلبوك وبرضه كلفوك. كنت حضرتك معاك كم واحد؟ كنا في اخر مره مجموعتين بس، كان ابطالنا عمر عز الدين صديقي العزيز ولغايه النهارده، وانا وكل واحد معاه البادي بتاعه. اربعه بس؟ اربع افراد. والمطلوب منكم ان كنتوا نحط لغمين الكبار اللي هم ال 125 كيلو الهكسجين. التكليفات كانت واضحه بقى، يعني المره دي ما كانش فيه بقى حاجه اسمها هتروحوا مش عارفين هتعملوا ايه، لا الامور كانت اكثر من احنا عارفين. اول ما يعني اول ما راحوا جايين في ليله هنسافر دلوقتي عارفين ان احنا هنروح الاردن وهنعمل بقى حاجه. هنسافر دلوقتي؟ اظنك انت كنت مستعد على طول للسفر، يعني انت يعني بتحكي لي المره اللي فاتت انت هتسافر النهارده كنت مستعد للسفر النهارده، وهنا لما